طاسه سجق بالبطاطس، وكلنا بنعشق البطاطس وبنعشق السجق، فهنعمل بطريقه حلوه جدا طاسه كده تطلع بجد وهميه. عندنا ايه بقى للمقادير؟ عندي ربع كيلو من السجق البلدي متقطع كده ايه حوالي بعرض 2 سنتي، نص كيلو من البطاطس او كيلو من البطاطس متقطعه مكعبات ومتحمره، هنحتاج بصله كبيره متقطعه جوانح، كمان نص كوبايه من الفلفل الالوان متقطع شرايح، نص كوبايه من الزيتون الاخضر تمام مخلي ومتقطع شرايح، رشه زعتر، مكعب زبده، نص معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. وعلشان الوش هنحط كده ايه كوبايه من ميكس الجبن موتزاريلا على شيدر علشان ناخد بقى الايه الشكل النهائي للطاسه. تعالوا بينا بدايه كده، حاطين طاسه على النار، هحط نقطه زيت، معلقه زيت واحده، وتعالوا بينا ناخد السجق ومكعب الزبدة بسم الله، وننزل السجق بقى عشان يتشوح. زي ما قلنا عندنا بصل متقطع جوانح وفلفل، نكمل كده تقليب للسجق وتشويح ليه. تقدري تحطي فلفل الوان، تقدري تحطي فلفل نوع واحد بس الاخضر مثلا زي ما انت حابه. كمان نقدر نحط في الوصفه طماطم بس من غير البذر بتاعها، يعني نشيل القلب بتاع الطماطم ونقطعها شرايح ونحطها. معلش انا هرفع من على النار لغايه ما البصل يدخل لي كده. السجق اتشوح، بعد السجق على طول ما يتشوح هننزل بالبصل تمام. ننزل بالبصل الاول وبعد كده ننزل بالطماطم، سوري بالفلفل. رجعنا تاني اهو، نحط بقى البصل ونكمل تشويح. ويلا بينا بقى ننزل بالفلفل الالوان المتقطع شرايح برضو. في التوقيت ده تعالوا نحط يلا البهارات بتاعتنا، عندنا زعتر وعندنا بابريكا واكيد ملح وفلفل اسود، ونراعي ان السجق نفسه بيبقى متبل. رشه ملح، وادي الفلفل. كده الدنيا حلوه جدا جدا والريحه طالعه خطيره. طيب تعالوا بينا بقى ناخد البطاطس المتحمره. قلنا طبعا بطاطس تكون بطاطس تحمير، مقشرينها وغسلينها ومقطعينها مكعبات وحمرناها، واخده تسويتها تمام ومحمره ولونها تحفه ذهبي. هبتدي احط الزيتون المخلي، احط البطاطس المحمره، نقلب الكلام ده كله مع بعضه. خلطة كده وميكس خطير، سندوتشات او بالعيش، ويلا كده بألف هنا وشفاء. كده خلاص احنا خلصنا، هجهز الصينية او الطاسة بتاعت التقديم. ممكن نعملهم في طاستين دول، فتعالوا ناخد كده ايه طاستين افضي فيهم الخليط اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نجيب معلقة أحسن نغرف بيها. طبعا تقدري تعملي طاسات فرديه، يعني ايه؟ يعني كل فرد طاسه، يبقى طاسات صغيره كده على قد الفرد الواحد. خدي بعد ما خلصنا الميكس كده على النار،
زي ما قلت بقى وزعي الخليط ده في الطاسات على حسب ما انت عايزه تعمليها كلها في طاسه واحده. تمام، تعمليها في طاسات صغيره لكل فرد طاسه، مفيش مشكله. وبعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. عايزاكم تتخيلوا بقى كده النكهات اللي موجوده، البطاطس والسجق والبصل والكلام ده كله، فالموضوع بيبقى لذيذ قوي. طيب كنا عملنا صوص الجبنه مع بعض، هبتدي اخد كده مغرفه ونحط على كل طاسه مغرفتين كده كبار. باين معاكم ولا انقلها الناحيه التانيه؟ قولولي. عايزه اقول لكم ان الطاسات دي بقى في المطاعم بارقام. طبعا هتعمليها في البيت وزي ما عملناها كده بربع كيلو بس من السجق اهو، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اصلا كده لوحدها شكلها خطير جدا جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ عندنا زي ما قلنا كوبايه كده من ميكس الجبن، هاخد واحط على الوش شويه. هايل، يلا بينا بقى تحت الشوايه، مش عايزين اكتر من كده، هي كل حاجه معانا مستويه، محتاجين بس ان الجبنه تسيح وتاخد لون بسيط كده ونطلعها. فيلا بينا كده مشغلين الشوايه وادخل الطاسات. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقفل عليها لغايه ما الجبنه تسيح على الوش ونطلعها بالف هنا وشفا. لا بس زي الفل. وادي طاسه البطاطس بالسجق، ما شاء الله تحفه، يعني الموضوع بجد يعني يستحق التجربه، خطيره.